بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان الكريم للجميع. اليوم في هذا الفيديو نشرح كيفية التسجيل والتقديم لإحدى الوظائف في إحدى الشركات الكندية. هذه الشركة هي شركة مختصة في البناء والتعمير في كندا. هذه الوظيفة أو هذا التقديم في هذه الشركة راح يفتح لي الجميع المهاجرين خاصة في الدول العربية فرصة الحصول على التأشيرة وفرصة الإقامة في كندا وفرصة وحتى فرصة أنك تقدر تعمل الشمل مع العائلة، يعني أنك تقدر تستدعي العائلة تاعك سواء بالنسبة للإناث أو للذكور، والزوج قدر يستدعي الزوجة تاعو والأبناء تاعو بعد الحصول على الوظيفة اللي راح يعطوك الإقامة ويعطوك يعني راتب شهري يعني عالي، يعني عالي أو مناسب يعني بالنسبة للشركات الكندية. هذه الشركة مثل ما ذكرنا أنها مختصة في البناء والتعمير في كندا. مهمتها هي إنشاء المنشآت والأبنية خاصة بالقرب من بجانب البحر أو الأنهار مثل الميناء أو غير ذلك. هذا هو الموقع الرسمي للشركة، هذا هو الموقع الرسمي للشركة BCECV البطيمة مايس. الأخبار احنا نضغط على الوظائف، نضغط الوظائف، نديروا تحويل اللغة العربية من أجل أنه يكون شرح مفيد جدا. يعني الانضمام إلى شركة إنشاء متنامية نشطة في إبيسي، العمل في جميع أنحاء كندا، يعني أنك تقدر تعمل في جميع أنحاء كندا في مجموعة متنوعة من المجالات، كما يعني أيضا العمل في شركة تهتم بصحة موظفيها ورفاهيتهم التي تشارك في من أجل تقديم العديد من الإجراءات والبرامج لهم وبالتالي تعزيز ثقة الرفاهية كذلك. وتحتها دايرين تحذير، يرجى ملاحظة أن العديد من الأفراد الذين ليس لهم لديهم أي يلتمسون العمال المرشحين ارتباط او انتساب معه خارج كندا من خلال تقديم وعود كاذبة بالتوظيف، يعني انهم ليقدموا وعود كاذبة او وعود كاذبة لتقدم التوظيف بطبيعة الحال راح يرفضوه مباشرة. هذا هو لما نضغطوا على الوظائف تخرج لنا هذه الواجهة، هذه الواجهة نهبطوا كي نزلوا لتحت نلقاو مجموعة من الوظائف الحاطينها مثلا في مونتريال، في كيبيك، مثلا منسق الصحة والسلامة في مونتريال، كيبيك مثلا إدارة المشاريع، وكلها يعني كلها وظائف جديدة يعني قادر تكون عندها أسبوع أو أسبوعين فقط. في هذه في مونتريال، في كيبيك، فريق الإشهارات، هذه كاتب استلام وشحن وغيرها وغيرها وغيرها، لأنه هذه الشركة عندها فروع مش غير في كيبيك، عندها فروع في عديد في أنحاء كندا كلها. وهنا في الأقسام، هذه هنا في الأقسام نلقاو تاع البدايات في غيرها يعني الوظائف، يعني شحال في الشؤون القانونية، شحال مثلا طالبين في الموارد البشرية، في الحلول والابتكارات وغيرها. وتحتها كاين في المواقع، في موكيباك مثلا، في مونتريال كاين طالبين 25 منصب، في غيرها، في أوتاوا 6، في مثلا المهم غيرها فانكوفر 1، منطقة نائية وغيرها. وتشتمل على العديد من الوظائف، مثلا كي نضغطوا رقم 2 هذه نلقاو مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مدير اتصالات، ميكانيكي أو غيرها. يعني هذا هو يعني شرح تاع الوظائف. حنا اللي علينا أنه باش نقدموا للوظيفة، حنا باش نقدموا للوظيفة أنه بطبيعة الحال راح نختاروا الوظيفة اللي تناسبنا وتناسب يعني المؤهلات اللي رانا متحصلين عليها ونفس الدبلوم اللي راه عندنا. مثلا نديروا مدير الاتصالات، نضغطوا على مدير الاتصالات، غير بمجرد نضغط مدير الاتصالات ينقل لك لهذه الصفحة الأخرى، يقول لك مدير يعني مدير الاتصالات يعني الانضمام الى شركه انشاءات كذا كذا، يشرح لك يعني احلى الشركه هذه، وش الشركه اللي وش حاب دير وش كذا يعني بسهوله. من بعد غير نهبطوا شويه نلقاو الموقع مونتريال في كيبيك، هذا المنصب هو منصب دائم،
منصب دائم. يعني الموعد النهائي للتقديم هو 28، الموعد النهائي للتقديم هو 28 أفريل 2023، يعني مازال ساري مفعول هذا المنصب تاع مدير اتصالات، يعني مازال منصب ساري مفعول. احنا اللي علينا أن نضغط على قدم الآن، قدم الآن، ينقلنا إلى صفحة أخرى. هذه الصفحة الأخرى فيها استمارة التقديم، استمارة التقديم نحولها للغة العربية باش هو تقديم، يعني سهل جدا، استمارة سهلة جدا، يعني الاسم نكتب الاسم بسهولة.